الحصول على نسخة كانفا برو مجانا مدى الحياة. طبعا كلنا عارفين أهمية كانفا بالنسبة لأي منشئ محتوى أو مسوق بالعمولة بيستخدم التسويق عن طريق البوستات والفيديوهات، ولكن حضراتكم عارفين إن النسخة المجانية إمكانياتها محدودة جدا، يعني بتلاقي بعض قوالب متاحة إن حضرتك تستخدمها، والقوالب المميزة طبعا ما بتقدرش إن أنت تستخدمها نهائيا إلا إذا دفعت رسوم أو دفعت اشتراك للنسخة البرو. في الفيديو ده إن شاء الله أشرح لحضرتك إزاي بطريقة سهلة جدا وفي دقيقة واحدة هتحصل على نسخة كانفا برو مجانا مدى الحياة وبدون دفع أي رسوم، ومش بس كده حضرتك ممكن تحصل على أكتر من نسخة مش نسخة واحدة. ودلوقتي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هنبدأ الشرح. أول حاجة شباب هتنزل على الديسكريبشن أسفل الفيديو أو في أول تعليق وهتلاقيني سايب لك رابط، الرابط ده هينقل حضرتك على الصفحة اللي حضرتك شايفها دي. النسخ دي او الروابط دي يا شباب عبارة عن منحة مجانية بتقدمها شركة كانفا للطلاب لتكوين مجموعات وتبادل الافكار والتصميمات، وبناء على شغلهم حضرتك شركة كانفا بتقدر تطور من نفسها وبتقدم عروض جديدة وتطبيقات جديدة زي دفعة التطبيقات اللي نزلت في الفترة الاخيرة دي على كانفا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وده كله هيكون متاح معاك حضرتك بعد حصولك على النسخ زي ما هتشوف معايا دلوقتي. ولكن يا شباب قبل ما ندخل على الصفحة دي وقبل ما نضغط على الرابط الموجود في الديسكريبشن او في اول تعليق، في حاجتين لازم تكون جاهز بيهم. اول حاجة حضرتك لازم تكون مسجل حساب في كانفا مجاني قبل كده علشان لما تيجي تدخل على الرابط اللي هيوصلك للنسخة البرو ما يطلبش منك بقى تسجيل حساب او تسجيل دخول، بتكون جاهز على طول وبتدخل مباشرة زي ما انا هدخل مع حضرتك دلوقتي. الحاجة التانية يا شباب انك تكون عندك حساب تويتر جاهز ومفتوح، ويا ريت يكون موجود على نفس الايميل اللي حضرتك سجلت بيه على كانفا علشان ينقلك برضو مباشرة على صفحة تويتر وتدخل مباشرة من غير ما يطلب منك تسجيل دخول او يطلب منك انك تسجل حساب لو ما عندكش حساب، وهتبقى بالنسبه لك شغلانه متعبه. فانت خليك جاهز بالحاجتين دول، اول حاجه هتكون جاهز بحساب كانفا مسجله قبل كده مجاني، وتاني حاجه بتكون جاهز بحساب تويتر ويستحسن انه يكون على نفس الايميل. بتدخل حضرتك على الصفحه دي، الروابط بتكون فين بقى او حضرتك هتاخد النسخه منين؟ زي ما حضرتك شايف هنا كل بوست هتلاقي فيه وايه رابط هنا، خلينا اترجم لكم الصفحه كده يا شباب. زي ما حضراتكم شايفين هنا بيقول لك رابط دعوه كانفا برو للفريق جديد. الرابط ده يا شباب بتتجدد كل 24 ساعة ومش رابط واحد زي ما حضرتك شايف، هي بوستات كتير وكل بوست بينزل معاه رابط وبيتجددوا باستمرار كل 24 ساعة، لأن الطلاب بتدخل تاخد النسخ دي من المكان ده. زي ما حضرتك بتلاقي ساعات بوستات فيها أكتر من رابط. اللي مطلوب من حضرتك بتعمله دلوقتي حضرتك بتضغط على الرابط الموجود ده، لو لاحظت هتلاقي الرابط مكتوب عليه canva.com وفي نهاية الرابط هتلاقي كلمة join موجودة، دول هيبقوا ثابتين في اي رابط من روابط الدعوه حضرتك زي ما انت شايف كده. طب نجرب الرابط ده، لو ضغطنا على الرابط ده طبعا انا جاهز بحساب كانفا مفتوح على نفس الايميل وطبعا انا وصلت لصفحه تويتر زي ما حضرتك شايف. فبضغط على الرابط، لو ظهرت لي الصفحه دي ودي انا قاصد ان انا اوصل لها بيقول لك يبدو انك لا تملك حق الوصول. كده حضرتك الرابط ده انتهى. زي ما حضرتك شايف هنا بيقول لك ان الروابط دي مخصصة ل 500 شخص، يعني ممكن أول 500 شخص يكونوا دخلوا وخلاص خدوا كمية النسخ اللي موجودة داخل هذا الرابط فخلاص الرابط ده انتهى. ولكن الموضوع ما انتهاش، أنت بتلغي الصفحة دي خالص وبعد كده بترجع تشوف رابط تاني، بنزل على الرابط اللي بعده هضغط عليه، كده حضرتك الرابط ده شغال وهيفتح معايا زي ما حضرتك شايف كده الرابط فتح. ولكن ده علشان الفرقة دي أنا مسجل فيها قبل كده أو ضغطت على الرابط ده قبل كده تقريبا امبارح فدخلني مباشرة من غير ما يفتح لي رسالة الترحيب. حضرتك اول ما هتضغط على الرابط اللي شغال هيفتح لك رسالة ترحيب هنا كده، ومجرد ان انت هتضغط على الرسالة خلاص هتدخل على صفحتك الرئيسية زي ما انت شايف وهتبقى على النسخة المميزة زي ما حضرتك شايف. بقينا على نسخة مدفوعة ولكن بشكل مجاني زي ما حضرتك شايف، علامة التاج الذهبي هنا مش موجودة. لو جينا هنا شباب على قائمة النسخ اللي عندي زي ما حضرتك شايف انا عندي نسخ كتيرة جدا، كل دي نسخ برو. لو جينا مثلا على النسخة اللي حضراتكم شايفينها دي النسخة المجانية الأصلية اللي انا كنت عليها، علشان بس عايز اوري لحضرتك الفرق. هنا زي ما حضرتك شايف علامه التاج الذهبي موجوده، يعني النسخه دي مجانيه مش هتقدر ان انت تستخدم اي عنصر مميز داخل الموقع. لو حضرتك مثلا جربنا نشوف صوره مصغره كده، دي كل القوالب الموجوده للصوره المصغره اليوتيوب زي ما حضراتكم شايفين، ولكن هتلاقي كل القوالب موجوده عليها كلمه برو زي ما حضرتك شايف، الا قوالب قليله جدا يعني اللي هي مش مميزه اللي هي تقدر حضرتك تستخدمها مجانا اللي مش عليها النسخه زي ما حضراتكم شايفين كده. مثلا لو حبيت
حبيت حضرتك تستخدم اي قالب من دول بيفتح القالب معاك كده، ولكن ما بتقدرش ان انت تستخدمه الا لما تكون مشترك في نسخة. لو حبينا ان احنا نستخدم اي قالب كده شباب، زي ما حضرتك شايف كده القالب مقفول معاك ومش هتقدر ان انت تستخدمه الا من خلال نسخة مدفوعة. كذلك برضو في العناصر، زي ما حضراتكم شايفين العناصر المميزة هتلاقي عليها علامة البرو، ولكن لو رجعنا تاني يا شباب بقى على النسخة المميزة او البرو علشان اوري لحضرتك الفرق. كده احنا على النسخة البرو زي ما حضراتكم شايفين هنا علامة التاج مش موجودة. لو اخترنا مثلا صورة مصورة يوتيوب، وادي نفس القالب اللي انا فتحته لحضراتكم، ادي نفس القالب يا شباب اللي احنا فتحناه على النسخة المجانية. هنا تقدر حضرتك تستخدم القالب زي ما انت عايز وتغير العناصر اللي فيه، وتغير اي حاجة وتتحكم في العنصر زي ما انت عايز. تقدر تشيل حاجات وتضيف حاجات تانية، يعني تقدر تشيل عنصر زي دوت وتضيف عناصر تانية. لو ضغطنا على العناصر هنا تلاقي زي ما حضرتك شايف اهو عناصر تانية، تقدر تشيل اللي انت عايزه وتضيف اللي انت عايزه وتعدل على القالب زي ما انت عايز. خليني بقى اوريك ميزة جميلة جدا في موضوع الفيديوهات. لو اخترنا اي مقاس فيديو مش مشكلة، احنا اهم حاجة عندي بس عايز اوريك حاجة مميزة في موضوع الفيديو. زي ما حضراتكم شايفين كل القوالب تقدر تستخدمها مفيش اي مشكلة. لو استخدمنا اي قالب ولنفرض ان احنا عملنا الفيديو بتاعنا خلاص يا شباب وصممنا الفيديو تمام، ودلوقتي جه دور استخراج الفيديو او تحميل الفيديو من الموقع، هنضغط على مشاركه من هنا، وبعد كده بننزل لتحت بنضغط على كلمه تنزيل. وهنا الميزه اللي انا عايز اوريها لحضرتك، زي ما حضرتك شايف هنا الجوده 1080، ولكن لو سحبنا الشريط ده للاخر هنا بقت الجوده فائقه اللي هي 4K. كده انت رفعت جوده الفيديو الى 4K. حضرتك تقدر تعمل الميزه دي في فيديو عندك، تقدر تحمله على الموقع وتستخرجه مره ثانيه بجوده 4K زي ما حضرتك شايف كده، وبعد كده بتضغط على تنزيل بينزل عندك الفيديو بجودة 4K. تقدر حضرتك تعمل الموضوع ده في فيديوهاتك الخاصة او في فيديوهات بتعملها على الاداة نفسها، يعني لو عندك فيديو مصوره على اداة تانية ممكن ترفعه على كانفا من التحميلات من هنا، وبعد كده بتختار الفيديوهات وبتضغط على تحميل الملفات وترفع الفيديو بتاعك، وبعد كده بتستخرجه بجودة 4K زي ما انت شايف. طبعا ميزه جميله جدا يا شباب. ميزه ثالثه برضو عايز اعرضها لحضرتك. لو رجعنا للصفحه الرئيسيه هنا هتلاقي حاجه حضرتك اسمها التطبيقات. لو ضغطت على التطبيقات بتلاقي هنا كل التطبيقات الحديثه اللي اطلقتها شركه كانفا في الفتره الاخيره، وكلها مدعومه بالذكاء الاصطناعي. تقدر تنشئ فيديو كامل عن طريق اضافه نص للذكاء الاصطناعي، وهو بينتج لك الفيديو بناء على النص اللي حضرتك اديته له، او تقدر تعمل تحول النص الى فويس باصوات كتيره جدا وبلغات زي ما حضرتك عايز، كل اللغات متاحة. هنا تقدر حضرتك تعدل على الفيديوهات، تقدر تشيل عنصر من الفيديو، تقدر تشيل عنصر من الصورة. امكانيات كتيرة جدا يا شباب، ولكن احنا مش جايين نشرحها بالتفصيل. في ميزة واحدة حضرتك انا شرحتها بالتفصيل على القناة، هتلاقي فيديو بعنوان كيف تصنع 100 فيديو قصير في ثواني لليوتيوب او التيك توك او الفيسبوك او اي منصة من منصات التواصل الاجتماعي. حضرتك تقدر تنتج لها 100 فيديو بضغطة واحدة باستخدام اداة تسمى اداة بالكرييت. ده شباب الفيديو اللي انا قلت لحضراتكم عليه، اللي هو كيف تصنع 100 فيديو في ثواني باستخدام كانفا وشات جي بي تي. ولو حضرتك ما عندكش حساب شات جي بي تي تقدر تشاهد الفيديو اللي قدامك ده، ازاي تنشئ حساب شات جي بي تي في الدول العربيه. لو قعدنا نتكلم على كانفا شباب احنا عايزين فيديو 10 ساعات. علشان كده وعلشان ما اطولش عليكم ان شاء الله انتظروني في الفتره اللي جايه، هنشرح في كل فيديو اداه من ادوات كانفا علشان نوصل للاحترافيه ان شاء الله مع بعض. زي ما قلت لحضراتكم ما تنسوش تتابعوني على صفحة الفيسبوك علشان نقدر نرد على استفسارات حضراتكم. وما تنساش لو عجبك الشرح تدعمنا بلايك للفيديو، وتشرفنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد.